والله يا البنات اللي عاودوا جابوه في اكسيون حتى ناخذ منه كرتون. هذا برودوي هذا راه ما يخليش لك الحبوب وكيصفي لك الوجه. عرفتوا انا راه كانوا فيا شي حبيبات البنات، هذا راه نشفهم ليا ما بقاوش واعر. وقلتها لكم، قلت لكم راه غادي يقطعوه في اكسيون وما غاديش يبقى، ديروا منه البنات ستوك. ها هو قطعوا واعر البنات هذا البرودوي، هذه الثالثه في القراعي اللي كنستعمل انا. احسن الله قام جربت يا البنات، كنت شاركتها معكم وقلت لكم غادي نرد عليكم الخبر واعره. هذا اختي كاين الشامبون وكاين الماسك، شوفوا يا البنات هذا راه زيرو سيليكون وفيه كولاجين فيجيتال وفيه الفيتامين بي. كاين اختي الشامبون وكاين الماسك، هما ناقصين فيه اليوم 34%، دايرين فيه لا بروموسيون. واليوم اختي كنلقى حتى السيروم ديالو اول مره كنلقاهم بواحد الثمن اللي رخيص. كاين اختي الشامبوان وكاين ابري شامبوان، كاين هذا ديال الويفرا البنات كيطير عرفتوا ما بقاش لا غام كامله، لا بغيتو حتى الماسك ديالو ها هو كاين. هاد المره كنلقى هذا الجيل دوش هذا مخدوم في لابوغاتوار، هذا بالنسبه للوليدات الصغار يعني ديال لا نيسونس وعلى حساب الكبار والصغار واللي عنده لابو ديالو يعني سنسيبل. هذا راه زوين يا البنات، حاطينه لكم اليوم بالثمن اللي هو رخيص ناقصين فيه 34%. لقيت نايضة عليها واحد الضجة كبيرة هاد لاكريم هادي، مشيت شاكتها معاكم البارح البنات في اكسيون، خديتها استعملتها الصباح وجهي كيشعل يا البنات من اول استعمال، والله شاهد عليا الا من اول استعمال هاد لاكريم هادي. اورو شي حاجه اختي في اكسيون. المره اللي فاتت كنت بارطاجيت معكم هادو، اليوم اختي كنتفاجئ بهاد الصباغه هادي، جابوها هي البنات جديده اول مره تلقاها لا مارك غارني. كاين اختي في هاد الحك شوفوا يا البنات دوريجين ناتورال 90%، كاينين اللوينات كاملين، كاين فيها اختي الشاطان كلير، كاين فيها اختي البلون، كاين فيها النواغ، اللوينات كاملين. وشوفوا الثمن شحال غيبقى لكم. قلت لي كنت خديت من ليدل وبارطاجيتها معكم، صدقت لي واعره، غادي تشوفوا الثمن ديالها غادي تصدموا يا البنات. اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، امركم هانيه؟ كي دايرين مع الصحه؟ كي دايرين وليداتكم؟ كي دايرين مع هذا الجو هذا؟ عرفتوا واحد الجو في الصباح كيكون واحد الغيام والبرد والشتا كيجيب لك الاكتئاب هذا الجو هذا والله القاسم. ايوا واش كتعاودوا؟ امركم هانيه، مرحبا بكم معايا فيديو جديد ونهار جديد مع اختكم اسماء. اليوم فين ما مشيت غنديكم معايا اي همزه كانت قدامي اختي في طريقي غادي نشاركها معكم الغزالات، ولكن قلت غندير لكم فيديو هنايا في الطوموبيل حيت ضروري 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 قلت نشارك معكم هاد الشيء اللي غادي تشوفوا معايا دابا يا اختي. في المكان شي همزه زوينه كنبغي نشاركها معكم الغزالات. البارح البنات حطيت لكم فيديو ديال اكسيون، كانوا بزاف ديال الجديد، كان فيه بزاف ما شاء الله ديال الجديد يعني. والناس اللي كيدخلوا دخلوا معنا جداد كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. الناس قدام داركم هذه يعني تزادت بزاف، العائله زاد غدا وكتكبر ما شاء الله. الله يحفظكم وان شاء الله يا ربي كنتمنى نكون عن حسن ظنكم، كنتمنى يا ربي قدرني ونبقى معكم دائما ان شاء الله ونبقى معكم بالهميزات. اختي انا معروفه بالهميزات صافي اختي. مور البنات كنت شاركت معكم البارح الكخام، هاد الكخام هادي اللي شاركت معكم ديال اكسيون واعره 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 البنات، والله القسم والله شاهد عليا على ما اقول. الى هاد لاكخام هادي زوينه من الاستعمال الاول البنات، من الاستعمال الاول يلاه يلاه درتها الصباح عرفتو كنلقى واحد شنو نقول لكم. هاد البلاصه هادي البنات هاد البلاصه هادي كنلقاها بيضه 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 ورطبه وجهي رطب وعرفتو عجبني وجهي في الصباح. ايوا غنت وانا نعيط لاختي بعدا كي قلت لها شوفي قولوا لي واش الكريم جا حيت خديتها انا وياها، قلت لها قولي واش جربتي الكريم ولا مازال؟ قالت لي اختي اسماء مازال، حيت هي اختي كتجرب ماشي كتجرب، اختي دابا كتستعمل واحد الكريم نيفيا. راكم عارفين كريم نيفيا، راه كنت قلتها لكم المره اللي فاتت، خدات بزاف ديال لي كريم ديال لافارماسي، جربت بزاف ديال لي مارك بحالي هي النهار كامل ويا غير تشري اللي قالوا ليها كتمشي تشريها. لقات راه حتى في لاكريم نيفيا، نيفيا راه شاركت معكم الاوريجينال البنات ديال نيفيا باش تكونوا عارفين، شاركتها معكم في واحد الفيديو ودابا لقيتها ان شاء الله غادي نعاود نبارطاجيها معكم البنات. دونك قالت لي اسماء انا غادي ان شاء الله نجربها، قلت لها ضروري ضروري استعمليها جربيها وردي عليا الخبر. عرفتوا زوينه البنات واعره، وقراتها بنتي كاينه في اكسيون البنات اول مره كنلقاها هي البارح، فين ما كنمشي نقلب عليها ما كنلقاهاش. البارح فاش لقيتها ما شاء الله يعني كنت لقيتها وخدات منها اختي وخديت منها انا يعني زوينه 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 البنات. هذه غتقولوا لي اسماء علاش كتصلح؟ هذه اختي كتصلح الحبوب ياك وليطاش البنات. انا نقول لكم انا تنبارطاجي معكم اللي مجربه، انا راه ماشي صانعه داك الشيء ديال اكسيون ولا غير اكسيون، ماشي انا اللي صانعه، هذا راه ماشي صنع ايد ديال البنات، انا راه غير كنشارك معاكم، كناخذ انا كيفي كيفكم، حتى انا كنجرب كيفي كيفكم، يعني لا داعي دوك الناس الله يهديهم اللي كيخليو دوك التعاليق، انا اختي راه كنشارك معاك، انا كنقرب الناس اللي ما تيعرفوش شنو كاين في اكسيون ولا كاين في اش كاين في اللي في لي ماكازا، كنبارطاجي معاكم كنوصل لكم، انا خدامه على راسي وانتم تنتوما كتستافدوا من القناه ديالي وكتستافدوا من الفيديوهات ديالي، هذا الشيء اللي كاين. هادي البنات غتقولوا لي زعما علاش كتصلح بالضبط؟ هادي كتصلح لي طاش،
اللي عندك الحبوب في الوجه ديالك بحال كتنشف لك الحبوب حيت مخدومه باسيد ياليغونيك اسيد ياليغونيك سيراميد. هيا البنات اسيد ياليغونيك سيراميد واعره. قالت لي بنتي عرفتي قراتها بنتي مزيان، قالت لي ماما هاد لاكريم واعره، قالت لي زوينه ماما غير بارطاجها مع البنات حيت انا جربتها البنات والله القسم، ولا لقيت منها غادي نزيد ناخذ منها غندير منها ستوك. علاش؟ اي برودوي كان في اكسيون زوين دغيا كيقطعوه سبحان الله. غنقول لكم علاش هاد البرودوي هذا اللي خطير، هاد البرودوي اللي واعر، هاد الصابون هذا اللي انا خديته هذه القرعه الثالثه البنات والله القسم الى القرعه الثالثه هذه. هاد البرودوي هذا مرت خويا في المغرب قالت لي اسماء هاد البرودوي خداته من اكسيون ياك، قالت لي داتو المغرب وخوها كان فيه شي حبيبات في الوجه، قالت لي نشفت لي الحبوب ما بقى فيه والو. وانا بنتي والله ما كذبت عليكم البنات الا فيها حب شباب، فيها الحبيبات ديال حب شباب والله ما بقاو فيها، وجهها الصفة ما بقى فيها والو. هذا خصو يكون زاد وحطوه والله يا البنات يتندي منه كرتونه ونخليها عندي. والبنت اللي خدامه في اكسيون قالت لي، قالت لي اسماء قوليها البنات وقلتها لكم، قلتها لكم في واحد الفيديو قلت لكم البنات خذوا هذا البرودوي هذا ديروا منه ستوك راه ما غاديش يبقى وراه غادي يقطعوه، وراه غبتوغ دو ستوك دابا البنات حيت اي برودوي كان زوين سبحان الله كيطير في اكسيون ما كيبقاوش يعاودوا يجيبوه. هذا راه غير اورو شي حاجه اختي راه شي قريب دو اورو يمكن. زوينه البنات كتخرج هذا لاموس. انا مرت خويا قالت لي شوفي اسمع هذا البرودوي ديريه في وجهك وخليه كتخرج هذا لاموس، قالت لي ديريه ها انتما، قالت لي كتخرج هذا لاموس ديريها في وجهك وخليها وبقاي دوري وخليها تنشف على الوجه ديالك. عرفتوا البنات انا راه كان فيا الحبوب في المغرب خرجوا لي كل راك شتو معايا فاش كنت كنبارطاجي معكم في المغرب كل حبوبه يا حبوبه قدهم قداش. وهي جات مرت خويا لقات فيا دوك الحبوب وتقول لي اسماء واش ما عندكش داك الصابون ديال اكسيون راك كنتي كتبارطاجي مع البنات، قلت لها اه عندي. وقالت لي داك راه خويا قالت لي ما خلاش لي الحبوب، والله ما كنتش كنقول البنات بديت كنديرو بدا كينشف لي الحبوب ها انتما كيجي بحال هكا. هذا لقيتوه واعر والله اختي لا واعر، انا راه ما كاين لا اشهار لا حتى شي حاجه، ما خدامه مع اكسيوم ولا اختي انا خدامه فيديوهات ديالي كنبارطاجي معكم وهذا الشيء اللي كاين. يعني راه ماشي زعما كندير اكسيوم الاشهار ولا شي حاجه، اكسيوم ما محتاج اصلا يدير لي شي حد الاشهار، يعني تبارك الله لي برودوي ديالو كيكونوا طايرين راه كيجيو البيعه والشرايه كيجيو ياخذوا منه كيمشيو يبيعوا ويشريو. تبارك الله البنات ما شاء الله كيفرحوني هذوك الغزالات كنلقاهم بزاف متتبعاتي كيقول لي اسماء حنا راه حنا كنبيعوا ونشريو، كنقول لهم الله يعاونكم مزيان اختي تبيعي وتشري مزيان تخدمي على راسك. انا كيفرحني المراه اللي كتخدم على راسها والمراه اللي كتنوض اختي وتكون تشمر على راسها، امال اختي الشقه ديال الدار راه ما تيكمل، الهم الدنيا راه ما تيكمل امه بعدا كنت تخدمي على راسك. انا اللي كيبقاو يقولوا لي دوك التعاليق هامله ولادها ابدا ما كنهملش انا ولادي، انا ما كاينش شي حاجه اللي غتخليني نهمل عليها على ولادي، ما كايناش شي حاجه. انا خدامه كيفي كيفك وكيف اي وحده خدامه كتخرج من دارها كتخدم وكترجع لدارها. كنخرج البنات غير الصباح فقط، عندي الصباح فقط 12 كتلقاني في الدار. شتو البنات ليدل ليدل عندنا حنا راه كيحطوا لاغيفاج بعض المرات كيحطوا نهار الاربعاء في العشيه، وما نقدش اختي نخرج الاربعاء في العشيه وانا ولادي كاينين في الدار. فيا ما نخرج الاربعاء في العشيه ونحط لكم فيديو في العشيه ونحط لكم الصباح بكري نهار الخميس، ولكن ما نقدش على البنات انا نمشي نجري ليدل وباش نحط لكم الفيديو في العشيه ولا نحطه في الصباح بكري ونخلي ولادي ابدا. كيمشي وليداتي ليكول في الصباح كنخرج معاهم مع 8:30 كيخرجوا وليداتي من هنا وانا كنمشي اختي من هنايا كنصور لكم اختي ليدل وكنحط لكم الفيديو. ديما البنات ديما الخميس كنحط لكم الصباح بكري والحد كنحط لكم الصباح بكري، الحد كيكون باباهم في الدار صافي هادشي اللي كاين الغزالات، لحد راكم عارفين ما كيكون لا خدمه لا حتى شي حاجه كيكون باباهم في الدار. هادشي اللي كاين البنات طولت عليكم في الهضره وبغيت نبارطاجي معكم هاد البرودوي هذا اللي زوين البنات. انا هانتوما راه قريب نمشي فيه النص شتو هذا للتساقط الشعر، انا بديت كنجربو بديت كنلقى عليه استحسان، هذا كل لقيتو خايب غنقول لك اختي خايب وحبسي وما تاخذيش، هذا لقيت عليه البنات استحسان واعر للتساقط الشعر هذا شتو هذا خذوه البنات هو واعر. هادو هما لي برودوي بغيت نبارطاجي معكم ديال اكسيون شي حاجه زوينه. خليكم معايا غنمشيو اختي نشوفوا شي هميزات الا كانوا اختي غادي كلشي نشارك معكم. عرفتي البنات واش غنمشي لاكسيون واش غنمشي لوكليغ حيت لوكليغ خاصني شي حاجه، وبغيت نبارطاجي معكم لوبتيسيان ولكن كيكونوا سادين ما كيحلوا حتى ل10 فهمتوا البنات حتى ل10 عاد كيحلوا في لوكليغ هذا الشيء علاش. يلا خليكم معايا البنات ولا عندكم شي سؤال خليوا لي في لي كومونتير. خصكم اسماء بقى دايخه اختي ما كنقدش نشرب القهوه
في الصباح بكري بعد ما تخرج بكري ما كنبقاش نسوق نشرب القهوه، كنقول حتى رجعي يعني ما ديك ال 11 هكا 10 ونص 11 كنرجع بحال هكا للدار بعض المرات، صافي كنشرب القهوه ديالتي. عرفتي هذا الجو هذا راه كيجيب الاكتئاب اختي، ولكن اختي حنا راه حنا تبارك الله حنا نديرو ليه اكتئاب، ماشي هو يدير لنا الاكتئاب. نوضي اختي تحزمي ونوضي خدمي لي على راسك. البنات اللي بغات تخدم من دارها دخل عندي مرحبا بها، نوضي اختي خدمي على راسك. بغيتي اختي تخدمي من دارك ومع وليداتك وما تخرجي، ما تخرجي لا في الشتاء لا في البرد لا والو، خدمي اختي من دارك. بزاف البنات ما شاء الله دخلوا معايا الشركه اللي انا فيها، واخا ما كنتكلمش لكم عليها بزاف، البنات اللي بغات تخدم على 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 راسها هذه يعني شركه زوينه البنات، كيبيعوا لي برودوي كوزميتيك. عرفت واحد البرودوي عندهم يا البنات ديال الكوزينه واعر واعر واعر. ندمت لي ما درتش لكم الفيديو فاش كنت كن فاش كنت كنيطوي في الكوزينه، وحق الله يا البنات. عرفتوا ليدام ليدام اللي كان عندي ديال رمضان كندير ليه كيطير داك ليدام بوحدو، والله ما كذبت عليكم في هاد الشركه اللي خدامه فيها انا. وحق الله البرودويات عندهم خطيرين واعرين، وعندهم الكولاجين. البنات اللي بغات الكولاجين بغات تاخذه من عندي مرحبا دخل عندي، نخلي لكم النمر هنا. واللي بغات تخدم على راسها دخل عندي، عندك اختي واحد المدخول شهريا وانت باركه في دارك، تخدمي غير بالتليفون. ولكن ماشي غنقول لك اختي غتنوضي زعما تخدمي تخدمي من دارك وتشدي متسنى الفلوس وانت جالسه، لا خصك تخدمي اي حاجه عطيتيها كتعطيك. فهمتوا البنات باش نكون معكم صريحه وغنبقى معكم صريحه، انا نقول لكم اللي كاين. خدمتي اختي وكنتي تبارك الله قافزه وخدمتي على راسك، ماشي تبقاي شاده ليا متنا التليفون دخلي لا غينيو متنا، كنديرو حنا بزاف كنديرو لي غينيو هكا كنديرو اجتماعات في التليفون، دخلي وتلوحي داك التليفون تخليه، لا خصك تخدمي على راسك، خصك تبيعي هاد المنتوجات. غادي نشرح لك كل شيء على الخدمه. مرحبا بك دخلي اختي عندي، مرحبا بك والف مرحبا. غادي نطول لكم في هذا الفيديو هذا، اللي بغات تخدم على راسها خدمه اختي من دارك، وكتصوري اختي المصروف ديالك شهريا، ما تقولي الراجل اللي عطيني لا مد ليا حتى هو يلاه يتكافى مع الزمان مسكين، راه كلشي غلا الله يحسن العوان. يد وحده راه ما كتصفقش البنات غير كتصفق. اللهم اختي نوضي عوني راسك وعوني عوني راسك وعوني وليداتك وعوني حتى والديك اللي عندك، والديك نوضي عونيهم. راه الوالدين واخا تكون عندهم مال الدنيا وعطيتيهم اي حاجه وحاجه قليله كيفرحوا بها. علاش اختي انا ما تنوضيش وتحزمي وتخدمي؟ بقيتي تابعه ليا اختي الحكان وتابعه ليا الشقه. انا اختي ما كذبش عليكم نقيه داري، انا البنات عز عليا النقا ونقا داري وسميتو، ولكن ماشي النهار كامل اختي. وانا جبت في الركاني كنت كنجبد في الركاني، صورت من هذا الركاني صورت منهم والو اختي. شنا في الشهر الناس يشدوا الفلوس وانايا اللي عندكم البنات هنا ودهي في مونطويا، الناس يشدوا في الفلوس وانايا باركه نقول هذوك الركاني راه عطوني الفلوس. لا اختي لا بغاو ولاد شي ولادي شي حاجه كنعطيها لهم، والدي بغاو شي حاجه كنعطيها لهم، راجلي بغاني نعاونو في شي حاجه كنعاونو. هذه هي الحياه، هذه هي الحياه البنات. خليكم معايا البنات وناري وناري وما كنسكتش من هذا، عارفه والله قسم تعرف راسي ما كنسكتش من هذا. ولكن كاينين سبحان الله اش كاين شي قنوات كيديروا غير كيبقاو غير يهضروا 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 يهضروا، وكاين شي وحدين كيبقاو عي يتبعوهم وحاضينهم وبقاو حالين فمهم وما يقولوا لهم والو. وانا مني كندير اختي شي فيديو بحال هذا يبقاوا يدخلوا عليا فيك الهضره وفيك الهضره بزاف. ايوا اختي اش بغيتي ما نهضرش، راه كنشرح لكم شي حاجه زوينه وغتستافدوا منها وغادي تشكروني عليها. ايوا اختي هادشي اللي كاين. خصني ندير لكم لي لايف البنات، خصني ندير لكم شي نهار لايف فاعل تارك. يلا خليكم معايا اللي لقيتها اليوم غنشاركها معكم الغزالات. يلا البنات جبتكم لو كليغ، عرفتوا لقيت واحد لي بروموسيون، وفاش كنت بارطاجيت معكم صراحه فاش كنت بارطاجيت معكم دو فيديو هنايا في لو كليغ كانوا عجبوكم كانوا نالوا الاعجاب ديالكم، وانا كنبغي نعطيكم شي حاجه اللي كتعجبكم نتوما. فين ما كانوا اختي الميزات الزوينين كنبغي نشاركهم معكم، ملي كيعجبوكم كنفرح وكنبغي يعني نعاود نصور لكم هذيك البلاصه. بالنسبه للبنات هاد لي كوسان هادو راه دايرين بزاف ديال لي بروموسيون، داير لهم 4 اورو و 97 اوليو دو 9.95. هادو اختي رطيبين زوينين وكتحليهم الا بغيتي توصليهم تصبنيهم وتعاودي ترجعيهم ورطبين البنات. هادو داير لهم 4 اورو و هما 4 اورو و 98 موان 50% ناقصين 50% البنات. هادو كلهم ناقصين فيهم 50% موان 50%. بالنسبه لهاد لي بلاد هادو دايرين لهم تما ناقص 50% 6 اورو 47 اوليو دو 12.95. هما اختي لي بلاد زوينين هادو تغطاو فيهم. شوفوا البنات كي دايرين الكاليتي ديالهم غزاله هانتوما زوينين، كيجيو على هاد الشكل هذا 6 اورو و 47 يعني الثمن ديالهم راه رخيص، داير لهم 50% ناقص 50% هانتوما السيده كتهز فيها هنايا.
وكاين هاد لي كوسان هادو كبار، هادو البنات ديري ليهم ناقصين 50% 7 أورو 97 وليو دو 19.95، ولكن عرفتوا الكاليتي ديالهم زوينه البنات، عرفتوا كونفورتابل زوينين هكا في النعس يعني زوينين يعني تيكونوا مرتاحين فهمتوا. كاينين اختي هاد لي بلاد هادو، هاد لي بلاد هادو دايرين ليهم 11 أورو 47 يعني كبار، هادو جايين كبار على الاخرين البنات شفتوا، هادو فيهم 180 180 على 220 هانتوما. هاد البلاصه راه كانت عامره كلها خوات، هما هادو تما. انا غادي نبارطاجي معكم لي برودوي البنات، لي برودوي حاطين بزاف ديال لي برودوي، هادو راه كبار ناقصين فيهم داير لهم 14 أورو 97 أو ليو دو 29.95، هادي تغطي بهم الناموسيه ديال جوج البلاص شفتوا. عرفتوا هاد لاكريم هادي فاش كنت بارطاجيت معكم هاد لوريال، قالت لي واحد الاخت زوينه اختي اسمع هادي راه غزاله غير بارطاجيها مع البنات، هذا سوان دو جوغ ايدغاتاسيون يعني ايدغاتون ايدغاتون وكتحيد لكم ليطاش، هادي ديال لوريال البنات ها هي. انا عي كنت شاكسه معكم قلت لكم البنات اللي راه كتستعمل هاد لاكريم هادي تقدر تمشي تاخذها، راه حاطينها يعني اون بروموسيون. مني شفت هذيك الاخت قالت لي لا اسماء راه زوينه هاد لاكريم هادي، هاي كاينه كريم دو جوغ وكريم دو نوي، فيها كريم دو جوغ وفيها كريم دو نوي البنات، شو 11 أورو 38 فيهم جوج ناقصين 34% البنات، ناقصين فيهم موا 34%، هادي كتحيد لكم ليطاش، كتوحد لكم اللون ديال هذا اونتي غيد، شو البنات هي فيها اونتي غيد، كتحيد لكم يعني على حسب هكا التجاعيد. عرفتوا البنات أول مرة تلقى هنايا هذا، ما عقلتش البنات فين شفتوا. هذا شامبون ابخي شامبون، هذا البنات ديال الورد، كاين هذا ديال الورد وكاين هذا ديال الوي فيرا، ها هما اختي هذه لاكام يعني كتجي كيجي الشامبون وكيجي معاه ابخي شامبون البنات شفتوا. دايرين لهم ناقص 34% يعني غيبقاو لكم غير ب 4 أورو 41 بجوج البنات، 4 أورو 41 بجوج لاكام كاملة، هادو يعني شامبون ابخي شامبون، وهذا ماسك البنات، هذا ماسك ديالو اللي بغيتو ديرو لاكام كاملة كطلع لكم بواحد الثمن اللي هو رخيص. الماسك الماسك ديالي 7 أورو 97، أول مرة تلقاهم هنايا البنات، هادو زوينين، والماسك ديال البنات اللي خاطر دايرين فيه لا بروموسيون البنات، هذا لو دوزيام غادي يبقى لكم غير ب 2 أورو 24 يعني ناقصين فيه 68%، كان يعني الثمن ديالو 6 أورو 99، لو دوزيام غيبقى لكم غير ب 2 أورو 24 البنات. البنات غادي نشارك معكم هاد الصباغه هادي، بصراحه اول مره تلقاها، انا كنت من الجهه الاخرى حتى كيبان لي هنا قلت هادي راه ديجا يعني بارطاجيتها معكم ما كاينش غنعاود نشاركها معكم. بالنسبه لا بروموسيون البنات غتبقى لكم حتى لو 14 سبتمبر يعني من لو 3 حتى لو 14 عاد كتكمل هاد البروموسيون هادي يعني باش نتوما تعرفوا. دونك هاد الصباغه هادي الغزالات هادي كتبان لي نوفو نوفو اختي هنايا في هادي يلاه جابوها البنات. كاين اختي هذا البلون شتو ميال، هذا لو بلون ميال كيجي واحد اللون غزال، كاين حبيبه النوار، كاين لو بلون فونسي، كاين اختي الشاطان كليغ، ها هو يعني اللوينات كاملين اختي في هذا الحك هذا. قولوا لي البنات شكون هي اللي مجربه، انا ما عمري ما خديت هذا الحك، اول مره تلقاه الغزالات، قلت غادي نشاركوا معكم. داير ليه 8 أورو و15 يعني ناقصين فيه 34%. هذه البنات اللي ما شافوش الفيديو اللي كنت حطيت لكم، هذه ديال غارني اوليا راها زوينه البنات، ناقصين فيها 34%، جوج غيبقاو لكم ب 10 أورو 04 يعني من 15 أورو 21. هاد لابوس هذه كتحمقني انا، هذه زوينه زوينه والبنات هذه راه ما كت يعني بحال وليداتكم ولا ليكم ما كتكلدش لكم الشعر، 4 أورو 45 ناقصين فيها 50%. دايرين الغزالات بزاف ديال لي بروموسيون. بالنسبه لهذا عرفتي المره اللي فاتت ما لقيتوش، لقيتو طار البنات، هذا غارني ما نكذبش عليكم زوين، انا كنت كناخذ لافوكا، هذا ديال لافوكا زوين شامبوان، هذا جوج البنات غيبقاو لكم 3 أورو 58 يعني جوج ديال لي شامبوان بحال هكا 3 أورو 58 أو ليو دو 5.42 يعني ناقصين 34% خصي، على حسب كاين اللي على حسب شعر فاتيكي، على حسب الشعر اللي كيكون يعني كيكون نورمال، كاين شعر بزاف البنات على حسب الشعر اللي كيكون فراجيل، شعر كولوري يعني مصبوغ، كل شيء كاين هنايا خصي عندهم كلشي. هذا اول مره تلقاه، هادو راه 97% دوغيجين ناتشورال، هذا 94% شفتو، هذا ديال الشعر طويل. اختي هنايا الماسك راه دايرين ليه جوج ب 6 أورو 52 ناقصين فيه 34%، كلشي البنات هاد البروموسيون غتبقى حتى ل 14 سبتمبر يعني 14 سبتمبر غادي تكمل. هنايا اختي السيف كلهم دايرين ليهم ناقصين 50% سوغ لاكارت يعني كتبقى لك في لاكارت البنات،
هاد البنات انا واعر صراحه خديته وكنستعملو دائما لبنتي اللي 10 أورو 99. هاد السيروم هذا اللي خطير زوين 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 البنات خذوه على ضمانتي. انا بنتي ديما كنديرو ليها كيبقى ليها الشعر ديالها واحد الريحه فيه زوينه واميم تو تيبقى رطيطب. دونك كاين هنايا دوفر البنات راه ناقصين فيه هذا الدوفر غتبقى حتى ل 21 سبتمبر لا بروموسيون ناقصين فيه 68% سوغ لو دوزيام داير لي 4 أورو 72 لو دوزيام غتنقص لكم 68% شو غزالات كلشي ناقصين فيها البنات هنايا هانتوما هذا حتى هو غيبقى لكم 89 سنتيم لو دوزيام من 2 أورو 79 الاول غتاخذوا 2 أورو 79 لو دوزيام غيبقى لكم البنات غير ب 68 غنقص لكم 68% غيبقى لكم 89 سنتيم. دونك البنات خاصكم لاكارت فيديليتي ديروا لاكارت ديال لو كليغ باش تبقى عندكم راكم عارفين هذا الجل هذا لو جل هذا لو جل نيتوايون البنات ها هو جل نيتوايون ديال لابوغاتوار شتو هذا راه ديال لابوغاتوار حاطينه هنايا البنات كاين بوغ لابو تخي سيش على حسب يعني لابو ديالكم ديال على حسب يعني اللي عندها لابو سونسيبل ديال لا نيسونس ديال لانيسونس ديال الزياده دايرينو على حساب الزياده ثاني كاينه ديال الكبار وديال الصغار 5 أورو و15. انا اول مره تلقى هذا الشوم اول مره ومخدوم في ديال لابواطواغ اما تما ديري ليه ناقص 34% كان 7 أورو 80 غادي يبقى لكم غير ب 5 أورو 15. نهز لكم الكاميرا الفوق تشوفوا البنات لي بروموسيون اللي دايرين شوفوا لي بروموسيون اللي دايرين في لو كليغ الاخوات غادي ندير واحد لي بروموسيون زوينه بالنسبه للبرودوي هذا هذا ديال مسيو بروبر راه دايرين ليها البنات ناقصين فيه اورو 01 اللي غيبقى لكم الدوزيام يعني الاول 3 أورو 17 68% سوغ لو دوزيام البنات حاطين بزاف ديال لي بروموسيون اغيال اغيال ناقصين فيه 34% افيك لاكارت يعني كتبقى لكم في لاكارت البنات دايرين ليه اغيال 16 أورو 90 وكتنقص لكم 34% في لاكارت كاين حتى هذا البنات ملي كنقول لكم لاكارت يعني ما فيها والو غتمشي تمشي لاكي وغادي تقول لهم بغيت ندير لاكارت فيديليتي وغديريها فاسيلمون يعني تعطيهم غير السميه والكنيه ولادريس مي صافي كديري هذا لاكارت كتبقى عندك فيما كتجي كتفوتيها اي حاجه كتدخل لك فيها يعني الا كانت شي بروموسيون كتدخل فيها هذا ديري 39 و80 عرفتوا البنات خالي 40 اورو امبوسيبل 40 اورو غالي بزاف جوج ب 40 اورو هادشي شناهو عرفتي كانوا كينقصوا فيه كانوا كيديروا ليه عطا طبرطل 40 اورو يا البنات باش لقيتو البنات عرفتو كندور وانا نلقى الشامبوان اللي كنت خديت فاش كنت بارطاجيتو معاكم عقلتو البنات اللي متبعيني راه كنت شاركتو معاكم قبل ما نمشي للمغرب عليها غادي نمشي للمغرب كنت شاركتو معاكم هذا الشامبوان ابخي شامبوان يعني الشامبوان والماسك هذا راه الماسك شوفوا البنات هنايا شتو معايا زيرو سولفات زيرو يعني سيليكون ما فيش سيليكون و 98% اوريجين ناتوريل شتو البنات و فيغان وهنايا كتشوفوا معايا دايرين فيه دايرين ليه كولاجين فيجيتال فيتامين بي كاين اختي شامبوان وابخي شامبوان يعني الماسك ديالو دايرينو البنات ب 3 أورو و98 ناقصين فيه 34% لقيت اختي السيروم ديالو ديال الشعر 8 أورو 65 هذا راه زوين البنات انا كسبارطاجي انا كسبارطاجيتو معكم كنجرب فيه يعني انا كاين اختي هاد الانتيم هذا هاد لو جيل هادو لافون انتيم راه دايري لي 98% سوغ لو دوزيام يعني غادي ينقص عليكم لو دوزيام غتبقى لي غيبقى لكم غير اورو 02 هذا ضروري خصو يكون عندك اي مرا خصو يكون عندها ضروري خصي انا ما كنمشي عليكم البنات جربتهم كاملين ابار هذا البلو هو اللي ما مجرباش مي هادو جربتهم كاملين كنت كناخذهم زوينين صراحه البنات عرفتو كندور وانا نلقى الكوكوط اللي خديت من اللي خديت من ليدل البنات بحالها ولكن حتى هنا كانوا داروا ليها بروموسيون واحد النهار داروا ليها 59 عرفتو لقيتها دابا شوفوا شوفوا البخي ديالها الفري البنات غتصدموا شوفوا 85 و90 كنت خديت بحالها البنات انا بحق خديت ديال 6 ايترو هذه ديال 8 لتر ديال 6 ايترو 8 ايترو انا خديت ديال 6 ايترو عرفتو البنات صدقت ليا واعره 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 غزاله هذه الكوكوط هذه هانتوما راه لا ماك طيفال شو البنات لا ماك طيفال زوينه صراحه صدقت ليا ولكن كيديروا فيها لي بروموسيون هنايا كيديروا ليها مرمره لي بروموسيون هادو دايرين شحال 27 اورو زوينين هادو البنات والله الا 27 اورو لفنين كيجيو ثلاثه قلت هكا نبارطاجي معكم الاواني كيجيو ثلاثه كتجي فيهم هاد البوانيه هادي زوينين و 27 و 90 اختي دايرين فيهم لا بروموسيون